بدلا من ترتيب الأقلام والكتب وحمل حقيبته المدرسية لينطلق نحو مدرسته، يعمل رائد الطفل المهجر من دمشق في محل والده لصيانة السيارات، يبذل جهدا كبيرا في عمل يصعب على يديه الصغيرتين وربما يصعب على الكبار. كنا بالحرب وبالقصف ما أدري، وجينا على مكان فيه أكل وجينا على أدلب، ما ظننا ندرس بالمدارس لأنه كان صار القصف على المدارس. عم اشتغلنا مع أبويا بخاخ سيارات. ظروف الحرب أجبرت الكثير من الأهالي على إبعاد أبنائهم عن المدارس بسبب النزوح والتنقل أو لتأمين لقمة العيش في الظروف القاسية. مئات الآلاف من الأطفال السوريين أصبحوا دون تعليم وفاقدين لحياة الطفولة الطبيعية في منزل آمن. أنا اشتغلت هوني من وقت التحرير مشان ساعد أبويا وأهلي، لأن أبويا عمل عملية وقعد بالبيت. فجيت اشتغلت هوني مشان ساعد أمي وأهلي وأخواتي. بتمنى برجع على المدرسة وصير أستاذ غير شكل يعني. التسول والأعمال الشاقة والأمية كوارث ظهرت ملامحها على الأطفال السوريين وبدأت تهدد بظهور جيل سلبته الحرب معاني الطفولة. في الوقت الذي يحتفل به العالم بيوم الطفل العالمي، يحمل الأطفال السوريون أعباء أكبر من أعمارهم، يعايشون معاناة النزوح ورعب القصف ويحرمون من حقوقهم وأحلامهم الصغيرة. خلف جمعة، قناة حلب اليوم، إدلب.